مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ألو فارس. كما العادة مشاهدينا الكرام، يلا دائما نفكركم في الكراس والسيالة، لأن الوصفات على اليوم على بالي بلا يعجبكم بزاف بزاف بزاف. وما تنساوش رقم الهاتف اللي حيظهر في أسفل الشاشة، راح نستقبل جميع مكالماتكم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، كل أربعة عودتكم أني نجيب الضيف ولا ضيفة. الضيفة تاع اليوم كانت جازت معايا وتعرفوها وعجبتكم، عجبوكم الوصفة تاعها، اللي هي السيدة حورية ياسيف. خالتي حورية، مرحبا بك، على سلامتك. الله يسلمك. ماكاش خايفة؟ لا لا، صافا صافا. قبيله كنت شويه بيان. مرحبا بك خالتي حورية. الله يسلمك اوليدي، يطول عمرك. الله يسلمك لي يعرضتونا لهذا الحصة. الله يسلمك. قولي لي خالتي حورية، كنت نهضر معك على حسب شوفها اليوم. المشاهدين الكرام راح نقدموا لهم واحد الوصفة عاصمية قديمة قديمة قديمة، واللي نساوها الناس، يعني نساوها ما مش يديروها بزاف، بالك كان بعض الناس اللي ما زالوا يديروها. واش راح نديروا اليوم خالتي حورية؟ عندنا الجواز يسموه أنا مانيش نسمع فيك، زيدي عيطي شوية. بربروسة يقولوا هاد الماكلة، بربروسة، هذه تقاليد تاع الزمان. بربروسة. بربروسة هذه جواز تاع تقاليد تاع زمان تاع والدينا الله يرحمهم، تاع شحال من سنين. اها، فايته 50 سنة هاد المكان. وانت خاطر حورية من دارها في الدار؟ نديروها حنايا، مازال مازال نديروها حنايا، ما نسيناهاش. الله يبارك. لو والدينا لازم نتبعوا. لازم نتبعوا، صح. كان يعني عدة وصفات اللي الناس نساوهم، لازم نعاودوا نجيبوهم ونعاودوا نقدموهم ان شاء الله. ربي يخلي طولك في عمرك خالتي حورية. الله يسلمك. انا فرحتيني قلتي لي هاد الوصفة قديمة. زمان قديمة قديمة قديمة. فرحتيني، بارك الله فيك. والوصفة الثانية خالتي حورية واش راح نديرو؟ الصمصة تاع العجين، ثاني تاع زمان. الصمصة تاع العجين تاع زمان، الصمصة متلفطة هذيك الملفخة الله كي تاكلها تجي فايتي لداخل. فايتي اها. هذيك أنا. وكان بزاف المشاهدين الكرام اللي كانوا اتصلوا برنامج وقالوا لي عاود لنا الصمصة. خالتي حورية اليوم راح تعاود لكم الصمصة. الصمصة تاعها أنا كليتها وشفتها، ولا أروع ولا أروع ولا أروع. يلا نبداو خالتي حورية. نبداو في الجواز. نبداو في الجواز، راح نجي في الصمصة. نبداو في الجواز. نبداو في الجواز. هاي الجواز. يلا قلنا بربروسة. يلا تبعوا المقادير. وش في هذه البربروسة خالتي حورية؟ دوك كل واحد كي مقدوره. كان يديروها باللحم بقري، كان يديروها باللحم غلمي، كان يديروها بالجاج. بالجاج. تسمى تقدر نديروها لحم بقري ولا غلمي ولا الجاج. ولا الجاج. كل واحد مقدوره. صح. ماشي يقدر. عندنا البصل. حبة بصل تكون مرحية بيان. عندنا شوية تاع الثوم. عندنا في الكحل، عندنا شوية عود تاع القرفة. قرفة. عودة ماشي الاخر، عود. عندنا السمن. هذه مرقة بيضة. هذه مرقة بيضة وكي قريب طيب دي شوية مزهر. الله أكبر. شوية مزهر. أنا شوف نعشق الماكلة اللي فيها المزهر، طعم بيض بشوية مزهر، رشتة بشوية مزهر، وبربروسة بشوية مزهر، هذه هي. هذه تاع زمان. ومن بعد عندنا لحم مرحي. ديروا البصل. شويه ثوم في الكحل، شويه قرفه مرحيه. صح. وهذا يدير الديول. شغل صمصه، هي تندار شغل صمصه. شغل صمصه. مي هي بوراك مي تنخدم كي الصمصه. ومن بعد تقليها، كي تقليها تحطها كل واحد يدير واش يحب، وتسقيها في المرقه. صح. هذا واش عندها الاخر. نعاودوا لهم. بون، عندنا لحم. عندنا البصل. عندنا شوية ثوم، شوية في الكحل، عود تاع القرفة، عندنا الحميصة، عندنا السمن. هذا واش فيها والملح. هذا واش فيها. وهنا؟ هنا كاين لحم مرحي، البصل، شوية ثوم في الكحل، وشوية قرفة. والديول. صح، والديول. هذا ما كان. ما فيها ني فرماج، ني معدنوس، ني بيض، والو. واللحم يتقلى. والديول لازم نقسموا الحبه على زوج. حبه على زوج. وقلتي لي لازم ندير شك في الصمصه. الصمصه ما يشوفوها كاش نخدم. يلا ان شاء الله مشاهدينا الكرام تكونوا كتبتوا المقادير تاع البربروسة اللي جبتهم لنا اليوم خالتي حورية. هذه هذا ماكله تاع الزمان. خالتي حورية كلش بالطبع. هذه انا كنت رحت عندها للدار، ما نكذبش عليكم. مرحبا، جيتني بيوت. جيتها للدار وشفت كل حاجة بالطبع. الله يسلمك وليدي. الله يسلمك. واش نبداو خالتي حورية؟ نجيب لك شوية زيت؟ شوية زيت. شوية زيت. ما تخافيش خالتي حورية، راني معاك. أنا بالي. ما تكسريش راسك. دونك شوية زيت. شوية زيت. وقلنا
نديروها يا حم غرمي يا حم بكري يا دجاج كيما تحبوا كيما تحبوا كل واحد كل واحد ومقدوره ومقدوره اه كيما تحبوا يا طيب يا بالدجاج ولا بحم غرمي ولا بقري عليك بون بصل نقولنا شويه تاع الزيت حم غرمي ولا بقري ولا دجاج كيما تحبوا شويه تاع السمن وحبه بصل تكون ميكسيوها مليح ايه ميكسيوها مليح باش تجي المرقه ثقيله شويه تجي خاطره اه تجي خاطره ما تجيش كلمه يلا نستقبلوا اول مكالمه نهار اليوم الو السلام عليكم الو السلام عليكم اخ فارس مرحبا بك سيدتي على سلامتك هاي راك مليح والله غير الحمد لله واش راك انت لاباس الحمد لله واش راهو الناس غير ميزان حوريه مرحبا بها خالتي حوريه مرحبا بها وي الله يسلمك يا اختي اي شاطره خالتي حوريه اليوم ها اي انا حياتي كاع كوزينه جات معونه اليوم اه انا حياتي كاع كوزينه راك تخدمي في المقادير تاع بابا روسا رايح حالفة جات معوله اه معوله معوله مرحبا بها الله يسلمك يطول عمرك المهم الاولى نشكرك بزاف بزاف على الوصف الله يسلمك والله كاع صوالح كاع اللي درناهم من عندك ولا اروع شكرا ليك يعطيك الصحه البارح ديجا درت لكم البسباس اللي درتو لنا تاع الحمص بلينا الله يبارك جاني ولا اروع الحمد لله الحمد لله البريوش راني نسيت البريوش تاع المندارين اها جاني فاني هبل الحمد لله هذا ما نقولك يعطيك الصحة انت هاكي كيما خالتي حوريا كي معولة تاني والله راني معولة راني نقول هضرت مع هذيك اللي درت مسكينة هضرت معايا تاع التليفون مستقبل تاع الهاتف قلت لها راني كل يوم نعيط وما كان والو بصح اليوم قلت بالسيف لازم اليوم لازم يرفدوا مرحبا بك شفتي فارس نعم غير دير لنا كاس مع طاجين الفرماج طاجين الفرماج هذا مكان ولا الرخصيص تاع الشرق باسكو حنا ما نعرفوش نديرو الرخصيص تاع السميد نقولو داك الرقيق نديرو غير تاع الفارينه اها ما كاش مشكل طاجين الفرماج والرخصيص تاع الشرق نقولو هذا ما نطلب منك بارك الله فيك يعطيك الصحه المهم نقول لكم الحمد لله راكم بخير يسلمك على عمي بوعلام بزاف بزاف بارك الله فيك وعلى ليكيب تاعك كاع شكرا لك يعطيك الصحه بارك الله في روحك وربي يعاونك بارك الله فيك شكرا لك يعطيك الصحه مع السلامه خالتي حوريه زيد لي ما تهربي ليش اسمي بالعقل اه بالعقل انا لازم نشوف انا ثاني بربروس انت نتعلم عليك اليوم نعاود نولي ولهنا نروحوا غير بالعقل قلنا عندكم شويه تاع الزيت قالت لكم خالتي خويا يا دجاج حم غرمي يا بكري كل واحد ومقدوره دونك طراف يكونوا شويه صغار شويه تاع السمن شويه تاع الملح فلفل ابيض الا كان باش المرقه ما تكحلش اه وهذا ما كان واش عود تاع قرفه وعود تاع قرفه تقلي شويه ثومه اه نديروا الثوم اه درت شويه ثوم صح ونقليو قبل اه تقليها بيان حتى يذوب هذاك البصل باش دير الماء يلا تمرقها هنا ان شاء الله تكونوا فهمتوها واش نديروا دركا والحميصه نطيبوها وحدها ولا تكون باش مخليلها من قبل ونديروها ايه كي تكون تشمخ ولا طيبها من قبل كيما تحب نطيبوها وحدها ترميها. نرميها ولا ما كانتش مشمخه برك نرميها في المرقه في طيب. المرقه طيب مع الحم تما الا كانت حميصه ماشي طيابه ايه بالاحسن انكم طيبوها وحدها طيبوها وحدها اه دوزنوها طيبوها وحدها ولا كانت شتوا الحميصه تاعكم يعني طيابه ديروها داخل المرقه يلا خالتي حوريه دركا واش راح نديروا دركا نديروا الحم دوكا اللحم مفروم اه يلا يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه الو الو السلام عليكم ام دعاء سلام ورحمه الله ومرحبا بك لا يسلمك واش راهم يسمعوا الو الو تفضلي اسمع فيك اني اسمع فيك تفضلي اعطيني معرفه لا خليك باغي نضم هذيك الحاجه تفضلي اخيك تقدم لنا كروكي نعم لا مقرغاه الحمد لله الو سمعتي ام دعاء راك تسمعينا من التلفزيون نقصي شويه التلفزيون تاعك باش تسمعينا مليح ونسمعوك صاي نقص له كي راكم قهايا والله غير الحمد لله واش راك انت لاباس لا لا الحمد لله كان طقم تاعك الله يسلمك كاع اللي يسلموا عليك يسلمك خليك بغيت ندومونديك دير لنا كروكي واه مالي هذه حاجه سهله ماكاش ماكاش مشكل كروكي و ولا لا لا بغيت نضم هذاك الحم بغيت خاصها تخرج لنا تما لي غوصات من الكتاف نعم دير لنا لي غوصات كما الو انقطعت المكالمة أم دعاء إلا كنت حابة كروكي ما كاش مشكل نعاودوه لكم ما كاش مشكل
خالتي حورية راهي تزرب 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 تزرب، مش توالو خالتي حورية. أيوا قولي لنا واش درتي هنا؟ بون درت البصل، درت شوية وماشي حاجة، واحد سنينة ولا زوج، وفي الكحل دوك نزيد شوية قرفة. وخالتي حورية هنا من الأحسن ما نكثروش الثوم. باش ما يجيش شغل كو تاع سردين ولا. لا 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 شوية برك، شوية واحد سنينة. صح. سنينة تاع الثوم. يلا. وشوية تاع قرفة. إيه عطيني شوية. تفضلي. شوية برك. شويه يلا دوكا عطيني المقلاه. هنا المقلاه ديروها الزيت. شويه السمن، ما نديرش الزيت. شويه سمن. سمن باسكو ديزا اللحم وفيه ليدام. دوك نعطيك مقلاه. مقلاه وتكون كبيره. مالح ما يكون لا خاطرك يا خالتي حوري. الله يسلمك. مقلاه كبيره ما كاش مشكل. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو. الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. الله يسلمك. واش راكي سيداتي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا عندي اختراع تاع فارس. نعم. شوف حنايا دوك نشوفوا فرصة فهاد الكوكب ومن بعد كيدنا الإشهار شوفوا طبطالنا عليهم، ماذا بينا تنقصنا شوية الإشهار. مالح. ما كاش مشكل. على بالكم واش هو المشكل؟ من ذاك الوصفات نطيبهم. ايه وحصة على بالكم على المباشر. نقصنا الاشهار وبارك الله فيك وطيبك كاع اروع. بارك بارك الله فيك لك انت ثاني. شكرا لك يعطيك الصحه. شويه سمن خالتي حوريه. يلا تفضلي. لهيك. خلاص نديروا شويه سمن. دير السمن الداخل. مالح. نزيد شويه. زيد شويه هكذا كبارك. يلا دوك هنا خالتي حوريه درنا قلنا اللحم مفروم والبصل وشويه سنيناتهم وسنيناتهم وشويه فلفل كحل وشويه قرفه شويه قرفه والملح. دوك هنا هذا نطيبوه. طيبوه نقليوه. حتى يتقلى حتى ما نديرو البوراك. حتى البصل هذاك يروح له كاع الماء. لازم ينشف. لازم ينشف باش كيدير في الاخر ما يتقطعوش. ما كاش مشكل. ما يتواساوش. وهنا المرقو ولا مازال؟ هذاك مرقو مرقو ومن الاحسن نال مرقو بالماء سخون. ما مغلي انا ندير ما مغلي. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معك الاخ عباس من ولايه لمسان واول مره راني نعيط لكم. مرحبا بك. الله يبارك فيك. انا من متتبع الحصه الحق زعما وصفت تاعك ما شاء الله. نشكرك بعد على هذه الوصفه اللي قدمها ما شاء الله. الله يسلمك يطول عمرك. انا انسان ذواق نبغي الاكل وما نكذبش عليك غير متزوج يعني نشوف بعيني وناكل بعيني. الله يسلمك. سي عباس بارك الله فيك. جرب جرب. والله العقل وقت معنا. انا ديجا راني في المحل تاعي وراني نتبع الحصه تاعك. الله يسلمك بارك يعني الله. يعني ما توقيت شويه الحق زعما دي فوا ما ساعدش وهذا، ولكن رانا نديروا البوسيبل تاعنا باش نشوفوك. بارك الله. عندي اقتراح الاخ فارس. والله لا زعما ما شاء الله طيابك زعما نتمنى لك تمشي للعالميه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بارك الله. عندي واحد الاقتراح. انا نتبع لا كويزين، نتبع ميستر شاب تاع فرنسا، نتبع الحق نبغي الفن تاع الطبخ ما نكذبش عليك. تمنيت في الجزائر يعني تمنيت تكون واحد الحصه فورتوني. راه كاين قنوات زعما راهم بريفي، كاين قنوات بريفي وهذا. علاش ما نديروش حصه انسان تخرج للطبيعه مثلا؟ علاش ما ديرش؟ نتمنى عندك امكانيات يعاونوك ولا دير سبونسورينغ ولا دير نداء دير حصص تمشي عند الناس كما نقول كل خطره تمشي عند تعرف الباتريمون تاع الجزائر ان شاء الله. شو عباس؟ سي عباس بارك الله فيك تفضل. زيد فضلك ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. واش اقترحت علي درك؟ ان شاء الله حتكون حصه اللي راح نشوفوا فيها 48 ولايه ان شاء الله، وكل ولايه نشوفوا الطبق تاعها التقليدي وكيفاش. بارك الله فيك ان شاء الله سي عباس. نتمنيت معنا اخر شفت حصص هكا كما مثلا تاع ذاك جولدن رمزي ويجي حتى المغرب عربي يجي بدا يصير كما نقولوا تاع العرب. تمنيت حنا تكون عندنا وحده خاصه بين الجزائر، الباتريمون تاع الجزائر، الاكل تاع الجزائر، كل ويكون ولايه كما قلت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق وكاع ليكيب نتاعك اللي راهم مدورين بك والضيفه نتاعك تسلموا عليها خالتي حوريه. بارك الله فيك. ونتمنى لكم النجاح ومن بعد باش ما نطيرش عليك. بارك الله. عندي نداء خاص لكل اللي يعرفوا الاسم نتاعي عباس بن صافا من مدينه مغنيه. دعيو لنا نتمنى لهم يدعيو لنا بالخير.
انا غير متزوج، راني نتمنى يدعي لنا باش ان شاء الله ربي يلقيني بالمره الصالحه. سي عباس تفضل. الله يجيب لك الخير والرابح ان شاء الله. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا خالتي حوريا. دوك واش راح نديروا؟ واحد حبات على البيض نزيدوها لنا في اللحم المفروم ولا نديرها؟ لا لا ما نديرو والو البيض والو. انا خلاص هذه باش نصفيها للديول باش يلصقوا. باش يلصقوا. ديري غير البيض ولا كامل؟ البيض برك. البيض برك. دونك هنا خلاص مرقنا. خلاص دوك خليه طيب. والحميصه نرميوها دركا ولا مازال؟ طيبه ولا مازال؟ الحميصه طيبه نص طياب. ونشوف. طيبوها دوكا. لا لا مازال شويه. مازال شويه. باش ما تحرحش. يلا. باش تقعد على حبه. والما زهقت اش نديروه خالتي حوريه؟ حتى كيطيب شويه برك، اسم غرفه تاع القهوه. كيطفي. كيطفي دير شويه. والمعدنوس راح ديريه في لا لا هذاك كيتقارنيه. الله 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 الله. كيتقارني البلا ودير شويه. انا متمنى كون تجيو كامل تذوق هاد البربروسه. اه ها هذه. شربوه على بالي باللي بنين بزاف بزاف. عارف هذه شكون وياك كليتها؟ نقول لك. هذا ممثل. احكي لي يا خالتي حوري احكي لي. احكي لك دوك نقول لك كيما اختي اللي قالت لي هي اللي عطاتني بون كليتها، مي هي عطاتني لا روسيت. اسمع هذا هالطياب تاع اللي عبدون الله يرحمه. الله يرحمه. ممثل اللي كان يجوز لي فيلم كاتب وي هذا شيخ اختي الله يرحمه. الله يرحمه. هذا وليد كيما نقولوا وليد الجزائر. هو عنده اللي كليت هذه الماكله صافي قريب 50 سنه، كنت في عمري واحد 14 عام داك. الله يبارك. بارك فيك. حكاية. اه حكاية هذا يا حسرة. هاو تعرفوه انتوما. هاي خالتي حورية. تعرفوه علي عبدون. خالتي حورية تفكر الذكريات. ايه ذكريات تاع زمان. انا صافي بليزير الماكلة تاع زمان. صح صح. انا كنت نقول لك صح نحب ماكلة تاع زمان. صح. الله غير صح. باسكو علاه بروميامون فيها لي فيتامين. الناس زمان تاكل خضره. صح. كلش كان فريش كلش دوك كلش كان ياكلوا بيو. صح كاين هذه يعني كانت الناس تما 100 سنه تيبو مازالوا يمشي. صح. دوقام صغار مساكن كاع مطبطبين كاع. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. واش راك الاخ فارس؟ والله غير الحمد لله. واش راهم الناس منديه؟ لاباس قيسمك عايشك وشكرا. الحمد لله والله غير الحمد لله الله يهنيك. الحمد لله شاي مدام. الحمد لله. خالتي حوريه راهي معنا اليوم. واش راكي خالتي حوريه؟ الله يسلمك الله يسلمك اختي. ما شاء الله راكم في القمه. الله يسلمك اختي ربي يجازيكم. الله يبارك. بارك فيك اختي. بارك فيك تعيشي. وليدي فارس يرحم الكش اللي جابتك. الله يطول عمرك بارك الله فيك. سيت واسمو تاعك الاريان تاعك. اها جاني ما شاء الله الحمد لله. عندك جاني شويه من تفخ. كيفاش؟ جاني شويه مواسي من فوق. من فوق درتي له بزاف لا ليفور. اه شويه دات بانسي كيما شفت دات من ميزور. او بالك حليتي لاباط خليتيها شويه خشينه. بالك هذه وي. اه هذه وي. ما تخشيش بزاف لاباط تاعك. نعم سيد كارنتيتا تاعك. اها كانك جاتني ما شاء الله. دايره حالك كرنطيطة؟ ايه ولا غادي على حالك. الشتا الشتا والبرد لا كرنطيطة ولا ريزة. حنا رانا غير نجيو كرنطيطة سيما كرنطيطة نطيبوها. كرنطيطة. لقاء اليا ديجا طيبت كرنطيطة. كرنطيطة وبرد. وجا فيها تقسم لهم. صحتهم صحتهم. وما راهمش هاد الخبز. نشكروا بزاف جنود الخفاء راهم يتعبوا. صح. ما شاء الله. شوفي بلا جنود الخفاء انا ما كاين والو. اه بيان سور بيان سور. بارك الله فيهم. ما شاء الله عليهم. الله يسلمك. الله يسلمك. راهم في القمة. بارك الله فيك. شكرا سيداتي يعطيك الصحه. لا نسيت اللي راكم ديروا فيها برك من حقت عليها. اليوم خالتي حوليه جابت لنا بربروسا. الله يبارك الله يبارك فيك. الله يقدر لكم الله يقدر لكم ان شاء الله. وصفه قديمه ما شاء الله ولا غير ما شاء الله. وقعدي معنا دوك خالتي حوليه تعاود لك المقادير ونعاودوا طريق التحضير. يعطيك الصحه. والاخ فارس انت كنت ترشح روحك للانتخابات كاع كاع كان الفوطو عليك. الله يسلمك ان شاء الله. طول عمرك. شكرا. شكرا على عندك الله يبارك شعبيه ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله هذا فضل ربي الحمد لله. يسلمك سلم على المعده وسلم على الدراري. شكرا لك يعطيك الصحه سيداتي. شكرا سلمي لي كامل عليهم. يلا مشاهدينا الكرام سيرفع لما سينما لنا اذان صلاه العصر. بعد الاذان قعدوا معنا ما تروحوش بعيد راح نشوفوا كيفاش خالتي حوريه توسي هذيك الصامصه وكيفاش راح نكملوا هذا الطبق بربروسه. خليكم بعد الاذان. حان الان موعد صلاة العصر بتوقيت الجزائر العاصمة وما جاورها. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع مشاهدنا الكرام. يلا راح نكملوا مع خالتي حورية. خالتي حورية عيد أنا مانيش نسمع فيك. نديروا الحميصة. نديروا الحميصة هايديك. الحميصة. وحدة الريحة. هاي ما نحكي لكمش هاي ليك هذا هو يتقلى ماشي يشرب هذاك البصل كاع يروح الماء تاعو وهاد اللحمه لازم ولا هاد الحشو لازم يبرد بيان سور ديرو بارد خلينا خويا زكي دوكي طيب تاكل ايه لازم بارد خاطي حويا مقا يستناو على بالي هاي على بالي خاطي حويا على بالي استنى كاش الخبز اليوم يلا واش راح نديروا دركا صمصه صمصه نخليوها بعد الفاصل خالتي حورية قول نعاودوا لهم برك شتي السيده اللي اتصلت بيا قالت لك ما لحقتش دونك قلنا اليوم راح نديروا بربروسا عندكم المرحله الاولى تحطيبوا اللحم يعني طيبوا البرقه بيضاء قلنا بيضة. يا حم يا الدجاج يا لحم غنمي يا حم بقري صح وعنده حبه بصل تكون مرحيه مليح تكون مرحيه قرفة عود عود واني درتها اها وشويه تاع الثوم ماشي بزاف واحد السنينه تاع الثوم اها والملح وشيه في الكحل هذا ما كان هذا ما كان هذا واش فيها والحميصه والحميصه نقليو ومن بعد نقلي قبل البصل مع اللحم الدجاج ولا واش حبيت ومن بعد كي يتقلى هذاك البصل يذوب كاع ومن بعد باش ترمي الماء مغلي صح مرقها بالماء مغلي ما يكون سخون يكون سخون مغلي والمرحله الثانيه عندكم كميه تاع اللحم مفروم كدرك ديروا له حبه بصل سنيناتهم وقرفه وقف. شويه قرفه في الكحل هذا ما كان هذا ما كان ما دير له والو ني بس ني معدنوس ني وما نديروش بيض نقليوه كما كما لا 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 هذه وحدها هذه غوسات وحدها صح الله يسلمك هذاك اللي يديروا بورك ودوك خالتي حوريه واش راح نديروا كي يتقلى هذا اللحم المفروم قلنا عندكم كميه تاع الديون قسمها على زوج كما راكم تشوفوا قسموها على زوج نص دائره حبه على زوج ومن بعد رايحين نشكلوا الصمصه خاطر حلو واش راك نوري لهم برك كيفاش نشكلوا حبه صمصه قبل ما نخرجوا فاصل طاب مي لازم له بارد
هاتي نقصوا شويه نبردوه ونوريو لهم. جبت صغير نحي شويه ونسينا خاطي حاول يقول لك نطفيو المرقه تاعنا شويه تاع ما زهر. شويه ما زهر هكذا شويه ماشي حاجه ماشي حاجه. يلا تبعوا معنا. اعطيني لك صار اعطيني غير البيض غير البيض. اسفه ما يكون لا خاطرك. نضرب لك هذا البيض. ايه ديرو لي بفرشه ما كاش مشكل. دوختيني دوختيني بالريحه خالتي حوليا ضغط شويه هنايا حقيقه ماشي خالتي حوليا دوختني زاكي ودوخني ومامي قام قابلني. يلا اوليك هذا يبرد شويه نوريكم بقى كيفاش نشكلوا هاد الصامصه. لازم كي ديروا هكذا يطيب لازم تدوروا بالمغرفه لازم باش ما يتكورش باش ما يتكورش باش ينحل كاع والبصل يطيب البصل ويطيب الحم. يلا ماشي جهه طيب وجهه ما طيبش. معليه دوكا قلنا رايحين نشكلوا الصامصه تاعنا. اعطيني بانسو. معليه دوك قلنا حبة ديول على زوج على زوج. خلبها خلبها تشوف اها باسكو الديول تاع ذوق ولا نتخيروا ديول اللي يكونوا مليحين ما يكونوش يابسين ومعليش الديول تاع اليد هما المخيرين. ايه هما مخيرين باسكو يجوا طريين يجوا رطبين تشكلهم كيما تحبوا نتوما. اه كيما تحبوا مي هما لازم صامصة. اها الله 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 وهذاك ندخلوه لداخل. هذا دخلوه لداخل باش ما يخرجش الحم. ما شاء الله نزيد لهم واحدة خالتي حورية. ايه زيد لهم واحدة خاصني نعطيك عطيني طبعا استعملوا بياض البيض باش الصلصه تاعكم ما تنحلش. ايه بسم الله. دونك شوفوا هاد النص حبه هكذا. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه من فرنسا. الو السلام عليكم. الو السلام. مرحبا بك سيدتي مرحبا. اي سمك منين من فرنسا تكلمينا؟ انا كي فوز ادور. ميرسي سلمي عليها بزاف بزاف. Aïssoumek, merci. Qui vous adore et qui est en train de vous regarder là, qui adore vos recettes, qui essaye toutes les recettes que vous faites. Elle a juste un petit problème par rapport à la pâte feuilletée. Nous, on n'a pas ici le beurre pour le feuilletage. Est-ce que vous avez une recommandation ou quelque chose pour changer تقدري ديري زبدة, le beurre et la cayenne, ou tu aussi le feuilletage تاعك عادي. C'est quoi le beurre de torage ou quel زبده شوفي مدام خيري زبده اللي حبيتيها حطيها وديري الفلتاج تاعك عادي. OK bah merci beaucoup. Merci et passer un petit bonjour un يلا petit تفضلي تفضلي. Merci. Alors pour toute la famille Mezari et Rabia un petit bonjour de Leila qui leur passe qui leur fait des gros bisous voilà. Merci et صحه ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك. Merci. مع السلامه. صباح يلا خالتي حوريه هذا نديرو في البول. يلا دوك نديروه. يلا مشاهدينا الكرام انا وخالتي حوريه راحين نكملوا الصامصه تاعنا المرقه راهي طيب. نروحوا فاصل قصير ونعاودوا نولي قعدوا معنا راحين نقدم لكم خالتي حوريه تقدم لكم قلنا صامصه اللي رايحه كاع صامصه هذه صامصه والاخرى صامصه. يلا اليوم راح نسمسموها قعدوا معنا نشوفوا الطريقه تاع طريقه تحضير تاع الصامصه تاع خالتي حوريه صدقوني هايله هايله هذيك الصامصه المتشلفطه. خليكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا الوصفات تاع نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين اللي جابتهم لنا خالتي حوريه. بارك الله فيك خالتي حوريه يطول عمرك. الله يسلمك. مرا بالطبع والشان. الله يسلمك. بارك الله فيك. الوصفه الاولى قلنا اسمها بربروسا. بربروسا اي الشكل النهائي تاعها.
تحطوا المرقه تاعكم واللحم والحميصه، وهاد الصمصه اللي درناها بالديول لازمش تشمخ إيه؟ باش تقعد تقرمش، تقعد تقرمش غير اللي يجي ياكل هذاك الوقت يقدروا يحطوها وحدها ومن بعد يسربيو في يسقيو في الطبسي تاعهم، يسقو تاعهم في الطبسي. صدقوني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولا اروع. والوصفه الثانيه الصمصه هاي لك امامكم اللي طلبتوها نتوما، هذيك الصمصه المتلفطه هذيك النفخه هذيك اللي تجي شابه، بعد ما تقليوها تعسلوها، ونوصيهم برك العسل ما يديرولوش مزهر، يعسلوها العسل وحده، العسل وحده عندك برك تتجلد يعني تولي طريه. استنى ومن بعد كي يقليوها يغطسوها وقت اللي ياكلوها، ولا يعطوها هكذا يدوها ضيافولا ما يعسلوهاش، يعسلوها لي يروحوا يدوها لعندهم. يلا ولا هما كي ياكلوها كيما نقولوا يديروا حبه يديروا لها العسل، غدا مداك يعاودوا واحده اخرى. بارك الله فيك، يعطيك الصحه خالتي حوريه. واليوم ثاني خالتي حوريه جابت لنا قالت لنا باش تقهوه، وجابت لنا كعكات مسكرين وتشارك المسكر تحس. ولا اروع ولا اروع او امامكم. بارك الله فيك خالتي حوريه، يطول عمرك. شكرا اللي جيتيني، وراح نزيد نصادك يعني نزيد تجي عندي المره الجايه. الله يسلمك، عندها عده مفاجات خالتي حوريه. عندي نقدم تحيه. تحيه. شوف خالتي حوريه التحيه درتيها في الجيب. يلا خالتي ديري. مول هابيتي لانيفيرسير تاعو لو 26 ديسمبر. عيد ميلاد سعيد. هو واختي رضا. رضا. هو وبختي ساميه والعرايسي بناتي ولادي ولا فامي كيغي ولا فامي ياسف، وانتم كاع اللي راكم هنايا بارك الله فيك، والامه المسلمه بارك الله فيك. وانا عندي تحيه كذلك من عند خويا وصاحبي مستر ابي، نحييه تحيه كبيره اللي يهني الوالده تاعو يحييها ويقول لها يما نحبك بزاف 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 بزاف. مستر ابي بارك الله فيك، وما نسيتش الضربه تاع اسناني نسيت هاشا. وكذلك نطلبوا الشفاء سيد احمد بوشاشيه اللي راه مريض، راهو في مستشفى بليده، اللي يقول له ربي يشافيك سيد احمد بوشاشيه ان شاء الله ويشافي كل المرضى. وكذلك عيد ميلاد سعيد لحسين بارباريس، وغدوه ان شاء الله ثاني ابوه عبد القادر بارباريس، ونقول له عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتم بخير. مشاهدة الكرام يعطيكم الصحة، نهاية أسبوع سعيدة، راح نتلاقى بكم يوم السبت إن شاء الله نفس القناة نفس التوقيت من هذاك الوقت. هلا في روحتكم، تهلا في صحتكم، سلام.